السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما هذا؟ إنه عصفور جريح، وجدته في الحديقة منذ يومين. يبدو أن أحداً أصابه برصاصة صيد، والحمد لله أنه لم يمت. ولماذا جئتني به الآن؟ سأسافر مع أبي وأمي، ولن أستطيع أن أتركه وحيداً بالمنزل. وهذا هو كيس الحبوب التي يأكلها. المشكلة أن أمي تكره الطيور المحبوسة، تقول إننا نظلمها عندما نفقدها حريتها. كلها يومان فقط، وسيعود ياسين ويأخذ العصفور مني. وما هذا الخيط الذي في قدمه؟ ربطت له الجرح، فهو لن يستطيع الطيران حتى يشفى. نعم يا ياسين، ولكنني لا. شكرا، شكرا يا عمر، لن أنسى لك هذا الجميل أبدا. ياسين، انتظر يا ياسين. أراك عندما أعود إن شاء الله. عصفور في بيتنا. ابحث معي عن مكان أخبئك فيه. أمي لن ترضى ببقائك في المنزل، وأخشى عليك من العودة إلى الشارع. هذا مكان مناسب. أمي لا تأتي إلى خلف الحديقة أبداً، والبستاني لن يعود قبل 3 أيام. لا تخف، سأمر عليك كل ساعة أو ساعتين. هذا طعامك وهذا شرابك، ولن تحتاج إلى شيء آخر. لا، لن أغلق القفص. قال ياسين إنه لن يستطيع الطيران حتى يشفى جرحه. سأترك القفص مفتوحاً حتى أشعره بحريته. يا الله، ما هذا؟ سرق في بيتي؟ عمر، أدركني يا عمر. أمي، ماذا فعلتِ؟ لم أفعل شيئاً. هذا العصفور دخل المنزل وقلبه كما ترى. لا تخافي، سأتصرف. احذر يا عمر حتى لا يجرحك. لقد خرج من النافذة، أغلقيها بسرعة حتى لا يدخل ثانية. إلى أين أنت ذاهب؟ أغلقي النافذة أولاً. هيا عد إلى قفصك، ويكفي ما حدث حتى الآن. أهذا جزائي لأنني استضفتك في بيتي؟ الحمد لله، ها أنت قد دخلت القفص. تدخل بيتي عصفوراً دون علمي؟ خشيت أن ترفضي يا أمي. طبعاً أرفض، تعلم أني أرفض حبس الطيور. لقد فتحت له القفص. فطار وكسر كل شيء. لم أعرف أنه سيشفى بهذه السرعة. هذا العصفور لابد أن يترك البيت فوراً. قل لها إنه أمانة ولن تستطيع أن تضيعها. إنه أمانة، تركها ياسين عندي. لا شأن لي بذلك. ذكرها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان. أية خيانة؟ أن يعود ياسين من السفر فيجدني قد ضيعت عصفوره. إذن اتركه في الحديقة، ولا تفتح له القفص حتى يعود ياسين. شكراً يا أمي. والأشياء التي انكسرت سأخصم ثمنها من مصروفك. وهل سيتحمل مصروفي كل هذا؟ لا عليك، اعتبرها ثمن حفاظك على الأمانة. الحمد لله أنك جئت في الوقت المناسب. لأحكي لك ماذا فعل أخي أحمد بعد أن علم أن خالداً لم يسلمني المال الذي أخذه منه في بخارى. ماذا تقول يا أحمد؟ ابنك خالد خان الأمانة ولم يعطي النقود لأخي محمد. كم كانت هذه النقود؟ 10,000 درهم. نعم نعم، هذا هو المبلغ بالضبط. أي مبلغ؟ لا عليك، سأعيد إليك مالك إن شاء الله. ومتى ذلك؟ عندما أبيع البضاعة وأقبض ثمنها. وهل سيعطيك خالد ثمنها؟ سيفعل ذلك رغما عنه، جزاء ما فعله معك ومع أخيك. ابني حبيبي، أوحشتني يا محمد، أوحشتني. أنت أيضا أوحشتني كثيرا يا أماه. ماذا فعلت ولم تصلك النقود التي أرسلناها إليك؟
الحمد لله على كل شيء. عملت بالزراعة نهاراً حتى أوفر نفقات المعيشة. الله ينتقم من خالد الذي أكل عليك مالك. لا تدعي عليه يا أمي، بل ادعي له بالهداية. ها، وهل استفدت من رحلة الشام؟ نعم يا أحمد، تعلمت الكثير على يد الشيخ الفريابي، وأصبحت مستعداً لتأليف كتاب الأحاديث الصحيحة. قبل الكتاب أتيت إليك بعروس جميلة، والحمد لله أنك عدت من السفر كي تتزوجها. يا أمي، تعلمين أني مشغول في دروس العلم ولا وقت عندي للزواج. إنها فاطمة ابنة شيخك عبد الله، أول من علمك القرآن. حقا؟ أكبرت فاطمة وأصبحت عروسا؟ نعم، ولكن المشكلة أن الشيخ عبد الله يصارع المرض منذ شهور. لا حول ولا قوة إلا بالله، سأذهب لزيارته. لقد عدت لتوك من السفر، استرح قليلا يا محمد. لن أستريح قبل أن أطمئن على شيخي الجليل ومعلمي الأول. محمد، الحمد لله أنني رأيتك قبل أن ألقى الله رب العالمين. أطال الله عمرك وأحسن عملك يا شيخنا. تصلني أخبارك دائما، وأفخر أنك كنت واحدا من تلاميذي. وما زلت والله تلميذا لك. قرأت كتابك التاريخ الكبير وأعجبت به كثيرا، ولكن ماذا عن كتابك الآخر الذي ستجمع فيه الأحاديث النبوية الشريفة؟ سأبدأ فيه قريبا بإذن الله. يا محمد، أوصيك بأن تخلص النية لله حتى يوفقك لهذه المهمة الصعبة. إني أدعو الله ليل نهار أن يكون عملي خالصا لوجهه الكريم. واعلم أنك كلما نجحت وتميزت عن أقرانك فستلقى من حقدهم وغلهم ما يعكر صفوك ويعترض طريق نجاحك. ولكن لا تلق بالا لكل ذلك، فما دام الله معك لا تخشى في الحق لومة لائم. رحم الله الشيخ عبد الله. والله يا أمي حزنت كثيراً لوفاته، وحمدت الله أني ودعته قبل أن يغادر دنيانا. تلتقي به في الجنة إن شاء الله. يا محمد، أدركني يا محمد. كيف تجرأ وأتى بنفسه إلى هنا؟